أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، حيث قدم لها التهنئة بمناسبة إعادة انتخابها كرئيس للبرلمان الأوروبي، ومقدما الشكر لدعمها لمصر وتفهمها لما تشهده من تحديات مرتبطة بالصراعات والنزاعات المتزايدة في المنطقة. وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة أن عبد العاطي نقل دعوة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لرئيسة البرلمان الأوروبي لزيارة مصر، كما استعرض ما تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من تطور غير مسبوق بعد ترفيعها إلى مستوى شراكة الاستراتيجية الشاملة، معربا عن تطلع مصر إلى استمرار رئيسة البرلمان الأوروبي في القيام بدورها القيادي والرائد في دعم الشراكة المصرية الأوروبية داخل أروقة البرلمان، لا سيما خلال فترة المناقشات على حزمة التمويل الأوروبية لمصر.